السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا الماستر كلاس. اليوم راح نتكلم عن كيفية استخدام المقامات الشرقية أو المقامات العربية في موسيقى الجاز. معكم مازن لوند، وخلونا نحاول ونحلل الأفكار والجمل والعبارات اللي سمعناها في بداية الفيديو. أولا قبل نبدأ لازم أنا أوضح فكرة مهمة، اللي هي فكرة العلاقة ما بين الكورد و المقام. في الكوردز أنا يوجد لدي درجات من المقام، لدي 4 درجات وليس 3، لدي 4. الدرجة الأولى من مقام مثلا السي ميجر، الدرجة الأولى، الدرجة الثالثة، الدرجة الخامسة، والدرجة السابعة مع بعض. وهكذا أنا عندي كورد السي ميجر 7، فأنا أستطيع أن أبدأ المقام من هذه الدرجات، من الدرجة الأولى، الثالثة، الخامسة أو السابعة. وكذلك في الماينر، السي ماينر، أستطيع أن أبدأ المقام من الدرجة الأولى، أستطيع أن أبدأ المقام من الدرجة الثالثة، أستطيع أن أبدأ المقام من الدرجة الخامسة، أستطيع أن أبدأ المقام من الدرجة السابعة. فلأن هذه الدرجات تنتمي للكورد، هي من الكورد، عندي الدرجة الأولى، الدرجة الثالثة، الدرجة الخامسة، والدرجة السابعة مع بعض، راح يكون عندي سي ماينر 7. فهذه هي الفكرة. أبداً مو بشرط أني أبدأ من الدرجة الأولى أو من السي ماينر كمقام، مو بشرط أبدا، ممكن أنا أبدأ من الدرجة الأولى، الثالثة، الخامسة أو السابعة. هذه هي الفكرة. خلونا نبدأ ونحلل بالأغنية. طبعا أنا الأغنية اللي اخترتها هي أغنية بلو بوسا، أغنية مشهورة جدا عالميا في عالم الجاز، يعني إيقاعها لاتيني برازيلي اللي هو البوسا نوفا، والكوردات أمريكية جازية إذا صح التعبير. طيب فرح نبدأ سي ماينر، بعدين F minor، بعدين D minor 7 flat 5، G 7، C minor، بعدين نغير المفتاح E flat minor، A flat 7، D flat major 7، بعدين D minor 7 flat 5، رجعنا لل C minor هنا، G 7، C minor turnaround. عادة يعني في ثقافة الجاز أو في موسيقى الجاز لما أوصل للنهاية معناها لازم أرجع أبدأ من البداية، لذلك اسمها turnaround. فبدينا بالدرجة الأولى، طبعا هنا درجات الكوردات، الكوردات أنا راح أبدأها من درجات المقام، فكل درجة في المقام لها كورد معين. فالدرجة الأولى الكورد تبع الدرجة الأولى هو C minor، الكورد للدرجة الثانية، طبعا درجات المقام أنا ماشي، درجة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، الخامسة، سادسة، سابعة، الأولى، هذا هو الدرجة الأولى. راح تتألف من 4 نغمات، راح أدمج مع بعض الدرجة الأولى، الدرجة الثالثة، الدرجة الخامسة، والدرجة السابعة، راح يكون عندي هذا الكورد. فهذه بالنسبة ل الكورد الأول أو الدرجة الأولى. الدرجة الثانية راح أسوي نفس الفكرة، راح يكون عندي الدرجة الأولى، الدرجة الثالثة، الدرجة الخامسة، الدرجة السابعة، فمع هذه النغمات راح يكون عندي هذا الكورد. خلينا نكمل، وأنا راح أكمل على هذا السياق. فالكورد الثاني هو اسمه D minor 7 flat 5. الكورد الأول درجة الأولى C minor، الدرجة الثانية D minor 7 flat 5 أو D half diminished، الدرجة الثالثة E flat major 7، الدرجة الرابعة F minor 7، الدرجة الخامسة G minor 7، الدرجة السادسة A flat major 7، الدرجة السابعة B flat 7، ورجعنا للدرجة الأولى اللي هي C minor 7. ممتاز. الأغنية بدأت C minor 7، بعدين انتقلت إلى الـ F minor 7. عند C minor 7 أنا وظفت مقام اللي هو وظفت مقام اسمه مقام الحجاز.
اللي هو أتوقع هنا الحجاز كار. الحجاز هنا بدأت من الجي أو السول، والجي نسبة للسي ماينر هي الدرجة الخامسة. ما احنا اتفقنا قبل شوي أنه أنا أستطيع أن أبدأ من أي درجة من درجات الكورد، الدرجة الأولى، الثالثة، الخامسة أو السابعة. فأنا بديت من الدرجة الخامسة اللي هي في حالة سي ماينر جي، وخليت المقام، خليته حجاز. بس هذه الفكرة، أنا خلي عادي، أنا هذا ذوقي، أنا هذا خياري. في الجاز عندك خيار أنك تختار الجي يكون، لو اخترت الجي يعني يكون جي فريجن، جي فريجن دومينانت، أو يعني جي كورد، أو جي حجاز. عادي أنا عندي هذا الخيار، ما يعني مسألة ذوقية عند في موسيقى الجاز. فأنا اخترت أني أبدأ في هذا المقام. بعدين الكورد انتقل إلى أين؟ انتقل إلى الدرجة الرابعة اللي هي فيها في حال هذه الأغنية F minor. وأنا أريد أن أثبت المستمع على هذا الكورد، فاخترت المقام الميلوديك ماينر مع F minor. فاخترت هذا المقام، اخترت هذا المقام. ليش؟ لأنه هذا ذوقي، هذا ذوقي أنا الخاص. هذا أنا ذوقي الخاص. فبدأت أنا من السي ماينر، بدأت جي فريجن دومينانت أو اللي هو الحجاز كار. بعدين ممكن الكورد أخليه F minor major 7. ف F melodic minor. بعد F minor حسب الأغنية، تسلسل كوردات الأغنية، الكورد الثالث هو D half diminished، بعدين اللي هي الدرجة الثانية من C minor. بعدين انتقلت لG 7، صح؟ بعد الجي 7 انتقلت للسي ماينر، رجعت للسي ماينر 7. فبالنسبة للكورد جي 7 فلات 9، أنا ممكن أوظف فيه هذا مقام جدا جدا حلو اللي هو مقام الالترد سكيل اللي هو هذا. جدا حلو، واو، جدا جدا حلو يركب عليه. وطبعا الجنس الأول لهذا المقام، شوف شكله كيف، هذا بإيش بيذكرنا؟ هذا طبعا بيذكرنا بالصبا الزمزم، نفسه 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 نفسه. طبعا التكملة تختلف شوية، لكن الجنس الأول هو نفسه نفسه. فأنا لما أوصل عند الدرجة الثانية للدرجة الخامسة أقدر أوظف هذا المقام. شفت شو؟ طيب بعد هذا التسلسل من الكوردات وصلنا للسكشن بي، السكشن الثاني. سكشن بي من الأغنية يتغير فيه المفتاح كليا. فإحنا في البداية كان عندنا مفتاح اللي هو مفتاح السي ماينر، هذا مفتاح السي ماينر. ثم انتقلنا إلى مفتاح جديد اللي هو هذا المفتاح. هذا المفتاح اسمه دي فلات ميجر. بدأت أنا على الدرجة الثانية، طبعا هذه الدرجات ماشي عليها تماما زي ما مشيت فيها في السي ماينر. يعني إذا أنا على مفتاح الدي فلات ميجر 7، معناها الدرجة الأولى هي دي فلات، ورح أمشي على المقام. ما هو مقام الدي فلات ميجر 7؟ هو هذا. الدرجة الأولى هي دي فلات، الدرجة الثانية هي إي فلات، الدرجة الثالثة F، بعدين جي فلات، بعدين إي فلات، بعدين بي فلات، بعدين سي، بعدين دي فلات. فهذه بالنسبة لدرجات المقام.
كل نوتة من درجة المقام كل درجة لها كورد خاص فيها. الدرجة الأولى D major 7، الدرجة الثانية E flat minor 7، درجة الثالثة F minor 7، درجة الرابعة G flat major 7، الدرجة الخامسة A flat 7، الدرجة السادسة B flat minor 7، الدرجة السابعة C minor 7 flat 5 أو C half diminished، والدرجة الأخيرة أو الدرجة الأولى هي D flat major 7. فأنا هكذا ماشي. طيب، فبدينا السكشن الثاني، بدينا من E flat minor 7 اللي هو 2 الدرجة الثانية، بعدين انتقلنا لA flat 7 اللي هي الدرجة الخامسة من D flat major، صح؟ ثم انتقلنا ل D flat major 7، فبدينا، فأنا هنا وظفت الE flat melodic minor. هذا اسمه، هذا من يعني حروفه من حروف الميلوديك ماينر. فأنا هذا الانحلال، فأنا استخدمت هذا المقام. من ثم انتقلت، لأنه الكورد تغير لا وراح للأي فلات 7. عندما وصلنا للأي فلات 7 أنا اخترت أني أضيف هذه النوتة، فلات 7 زودت عليه نوتة اللي هي نوتة التاسعة الناقصة. ما معنى هذا الكلام؟ معناها الفلات 9، معناها إذا أنا بديت من الدرجة الأولى، أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة، بس التاسعة خليتها ناقصة، يعني فلات، سويت لها فلات، وهذه أنا نوتة ضفتها على الكورد. بس هذه الفكرة، وأنا وضحت هذه النوتة من خلال مقام الحجاز. بعدين رجعت للعجم، لأنه أنا الكورد الأخير، لأنه الكورد الأخير هو أصلاً D flat major 7، فأنا وظفت هنا مقام الحجاز مكان الـ A flat 7. صح؟ فبس هذه الفكرة، فراح يكون عندي هذه الجملة. بس هذه الفكرة. وطبعا المقام هذا مشهور، أغنية التي تستخدم هذا المقام أغنية لسه فاكر لأم كلثوم، بداية الجنس عجم والجنس الثاني حجاز. فبس هذه الفكرة، فأنا استفدت من هذا المقام من وراء الانتقال من الـ E flat minor للـ A flat 7 نهاية بـ D flat major 7. فبعد السكشن الثاني اللي هو الـ B section رجعنا للسي ماينر. هذه الحتة النهائية في الأغنية، رجعنا من خلال الـ 251، الدرجة الثانية، الدرجة الخامسة، الدرجة الأولى، حتى نحس إنه إحنا غيرنا، فعلا غيرنا من الإي فلات، من الدي فلات، ورجعنا للسي. لذلك حتى لما غيرنا في البداية من السي ماينر للدي فلات ميجر 7 استخدمنا 251. ف 251 هي وسيلة لإثبات المفتاح الجديد. 251 هي زبدة الموسيقى، هي زبدة موسيقى الجاز أو الجاز الكلاسيكي، البيباب والسوينج. 251 هي زبدة موسيقى الجاز الكلاسيكي أو البيباب جاز. ف هكذا أنا رجعت للسي ماينر. فعندما رجعت للسي ماينر بديت بالدرجة الثانية، صح؟ بعدين انتقلت للدرجة الخامسة، بعدين خلاص حليت التسلسل ورجعت للكورد الأول. طبعا هنا أنا وظفت البيات من درجة السول،
أو درجة الجي. طبعاً درجة الجي نسبة للسي ماينر هي الدرجة الخامسة. سي دي إي إف جي. سي دي إي إف جي. ومن هذه أنا قررت إني أستخدم البيات. يوجد لديه درجات متناغمة مع هذا الكورد. في تناغم بينهم، وفي كمان أيضا تناغم مع الصبا. في تناغم أكثر مع الصبا لأن الصبا يوجد لديه الميجر ثيرد والماينر ثيرد. شوفوا الدرجة الأولى، الدرجة الثانية. معليش الفرت خربان، سامحوني لازم أصلح الفرت هذا. بس في يوجد لدي أنا الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، والدرجة الثالثة تعتبر ماينر، والدرجة الرابعة تعتبر ميجر. فأنا عندي الماينر والميجر بنفس الوقت. وهذا الكورد اللي هو الجي 7 شارب 9 أو التاسع الزائد، التاسع الزائد، النوتة هذه هي اللي التضارب بين الميجر ثيرد والماينر ثيرد. هذا الميجر ثيرد وهذا الماينر ثيرد، صح؟ ميجر ثيرد ماينر ثيرد، بس الماينر ثيرد هنا أكتف أعلى، راح يكون عندي هذا الصوت. فالتضارب بين الميجر ثيرد والماينر ثيرد أنا أقدر أسمعه في هذا الكورد، وأقدر كمان أستخدم الصبا معاه لأنه الصبا يستخدم الثنتين الميجر والماينر، ميجر ثيرد وماينر ثيرد. صح، ممتاز. فهو متناغم جدا مع هذا الكورد. وطبعا أنا أستطيع أن أستخدم البياتي كمان مع السي ماينر. ما هي تركيبة كورد السي ماينر؟ سي إي فلات جي بي فلات. ما هي حروف الجي بيات أو السول بيات؟ سول لا نص بمول، صح؟ و سي بمول دو ري، صح؟ عندي الدو وعندي السي بيمول وعندي السول في الكورد، لأنه السول هي الدرجة الخامسة والسي بيمول هي الدرجة السابعة والدو هي الدرجة الأولى. فأنا عندي هذه الحروف. الحرف الوحيد اللي ضفناه هو الإي فلات، والإي فلات اللي هو المي بيمول هي الجزء، هي الدرجة السادسة من البيات إذا كان بيات طبيعي. فهي هكذا: سول درجة الأولى، لا نص بيمول، سي بيمول، صح، دو، ري، مي بيمول. مي بيمول هي الدرجة الثالثة من كورد السي ماينر. بعدين الدرجة السابعة والأخيرة. وهكذا أنا أستطيع أن أوظف البيات عند السي ماينر. هكذا أنا أقدر أن أركب البيات أو أستخدم البيات، بيات السول أو بيات الجي مع كورد السي ماينر. وهذه الحركة طبعا شائعة، يعني احنا ممكن نسمعها في الموسيقى العربية والخليجية والمصرية وإلى آخره. فاليوم تكلمنا عن كيفية استخدام المقامات الشرقية أو العربية في موسيقى الجاز، وتكلمنا كمان عن القواسم المشتركة أو المقامات المشتركة بين المنهجين، المنهج العربي ومنهج الجاز. تكلمنا عن الالترنت سكيل، وتكلمنا عن صبا زمزم، هما تقريبا نفس الحروف. وتكلمنا عن فريجن دومينانت اللي هو الحجاز، وتكلمنا كمان عن الميلوديك ماينر. ويعني وتكلمنا عن التقارب بين المنهجين، لأن منهج العربي يستخدم هذا المقام ومنهج الجاز كمان يستخدم هذا المقام.
فطبعا هذا المقام شائع في موسيقى الجاز وموسيقى والموسيقى العربية، فأنا حتى أستطيع أن أخلط بينهم. وهكذا وصلنا إلى نهاية الماستر كلاس، شكرا جزيلا، وإن شاء الله أنكم قد استفدتم من هذه الأفكار الموسيقية الحديثة. يعطيكم ألف عافية، إلى اللقاء.